سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. عيدكم مبروك. اش ما تمنيتوا؟ اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوه رائعه وزوينه، بقاو معايا. ولا البنات، هادو هما المقادير. عندنا تفاح وحده، هذا واحد الحلوه ديال التفاح، عندنا الزيت، عندنا الحليب، وعندنا واحد البيضه وحده، وعندنا السكر والطحين لافارين. هانتوما معايا، عندنا خمسة ديال المعلقات ديال الفرينه، يعني بالحساب يعني خمسة ديال الملاعق، وعندنا كذلك ربعة ديال الملاعق ديال السكر. كنديروا بيضة واحدة، وثلاثة ديال الملاعق ديال الحليب، وعندنا جوج ملاعق ديال الزيت. فوالا البنات، هنا غادي نديرو السكر فاني، وراه نسيت ما وريتلكمش الخمارة ديال الحلويات. غادي نديرو نصف الخمارة، يعني الخمارة نديرو النص ديالها صافي. كنبقاو نخلطو الخليط، كيكون على هاد الخليط هكا، ماشي ثقيل ماشي خفيف، نورمال. كنبداو نقطعو التفاح والكؤوس، كنكونو ديجا دهناهم، يعني كؤوس عاديين ديال الياغورت، ما تخافوش منهم، راه كيدخلوا الفران نورمال. هادو راه موجودين بارتو، هاد الياغورت كيسان، كندهنهم بالزبده وكنبقاو نعمرو. غير هي ما تبقاوش تعمروهم حتى الفوق، غير النص، باسكو غادي يتنتفخوا مع الخماره في الفران. نعمروهم غير النص باسكو ابري باقيتنا الكريمه غادي نديروها من الفوق. صافي كندخلو، نديرو التفاح ديالنا لداخل لي بتي مورسو، كندخلوهم الفران على درجة الحرارة 180 درجة. وهنا البنات غادي نديرو الكريمة، غادي نوجدوها، معلقة كبيرة ديال الزبدة 80 غرام، وغادي نديرو خمسة ديال الملاعق ديال السكر، واللي عزيز عليه الحلاوة يقدر يوصل حتى لسبعة ديال المعالق، أنا هنا درت غير خمسة صافي. وغادي ندير واحد البيضة ونبقاو نحركو الخليط. يعني الكريمة ديالنا غادي نخلطوها بسرعة ونديرو فيها واحد السكر فاني. يعني خصها تخلط بسرعة، ماشي نخليوها تعقد. هنا صايي غادي نبداو نحطو في الكؤوس ديالنا الكريمة، وغادي ندخلهم للفوغ واحد سبعة دقايق صافي، سبعة دقايق الماكسيموم، ونزينهم باش ما عندنا سوا اللوز إيفيلي سوا يعني اللي كاين عندنا نديروه. أنا هذا هو اللي كان عندي درت فوالا، ونتمنى إن شاء الله يعجبوكم. وراهم جاو بنان بزاف، وراه ديجا درتهم، داقوهم عندي صحاباتي حماقوا عليهم. نتمنىكم نتوما تجربوهم، يعني شي حاجة زوينة جاو عندكم ضياف، ولا ديروهم لرسانكم مع وليداتكم، علاش لا. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم، ولا عجبكم هاد الشيء هذا ديالي، نساوش ديروا لي لايك، تابوناو في لاشين ديالي، وكنقول لكم رجاء فلوغ كترحب بكم.